مين يا ست؟ بس بطه قومي امشي. الفطار قومي بدل ما تبقي انت الفطار، قومي يا بطه. بطه حبيبتي بس يا ريتاش سيبيها. بس انت بعيد عني. نكمل كلامنا بعدين. عايزة تقعدي مع بطه لوحدكم ليه يا ريتاش؟ لا عادي يعني يا سيد. لا مش عادي، بطة دي لو كلتيها يا ريتاج هيجيلك تلبك معوي. انت فهمت غلط والله. لا انا فاهم صح قوي، احنا قلنا قبل كده مش هناكل حد ما بيننا وبينه عيش وملح. انت هطل يالا ولا ايه ظروفك بجد بقى؟ عشان مش فاهمك، يعني ايه اجيب بني ادم لمراتك عشان تاكله؟ يا ابني انا مش قصدي اي بني ادم، اقصد يعني بني ادم مجرم، بني ادم شرير، حد كده لما يموت الناس ترتاح. ومحدش هعرف يجيب لنا بني ادم ده غيرك انت يا فخر. ليه بقى؟ اسرع دليفري في مصر. طب اجيب لك بقى البني ادم ده كومبو ولا من غير بطاطس وبيبس ولا عايزاه ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا مش عارف ليه انتوا شايفيني كده. انا مش كده خالص يا جماعه، مع ان انا بني ادم محترم واصحابي كلهم محترمين، يعني ما فيش واحد في لا في واحد، في واحد الصراحه خطر جدا. يعني مين الواحد ده؟ قتل قتله كده. يستاهل يعني؟ يستاهل؟ ده يستاهل الحرق مش يستاهل يتاكل. ده بيقتل ستات واطفال ورجاله كبيره وشباب وعند اي حاجه، بيقتل عند النور، بيقتل اي حاجه في وشه. طب انت هتعرف توصل له؟ اه طبعا اعرف اوصل له، ده يعتبر كمان قريبنا من بعيد. مش فاكر يا سيد الواد اللي قتل وليد ابن عمتك؟ قريبنا من بعيد ازاي يعني؟ هو مش قتل ابن عمتك؟ يبقى قريبنا من بعيد. كباشا النمرود. هو النمرود وانت عارفه منين؟ ده كان معايا في حضانه واحده اول ما اتولدت. ايوه ما احنا لما كبرنا شويه كان بيجي يلعب معانا تحت البيت. ايوه صح يا سيد، برافو عليك، يبقى انت كده فاكره. ايوه فاكره كويس، كان دايما بيديك على قفاك ويقول لك عجينه. انت اسمك عجينه؟ والله كان اسمه عجينه. مين ده؟ ده انا اقسم بالله كنت بديله بالجزمه على قفاه. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.